تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. مستمعينا الأعزاء، أحب أني أرحب وأصبح على فريقي المبدع اليوم في التنسيق والمتابعة الأخ محمد عمر، والإعداد يوسف سعد، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل. صبحكم الله بالخير والنور والعافية جميعا، وأنا محدثكم من أمام الميكروفون عبد الله جمعة. وأيضا مستمعينا الأعزاء، نرحب بتواصلكم معنا خلال هالساعة، وأرحب بملاحظاتكم، وأرحب باقتراحاتكم، ونرحب بمشاركاتكم على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعينا الأعزاء، مثل ما عودناكم دائما، أول فقرة من فقرات برنامجنا فقرة السوشيال ميديا مع زميلتنا أسماء الجناحي. اختي أسماء، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحت الله بنور وسرور أخوي عبد الله عليكم وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. الله يسلمك اختي أسماء، وصباحك سعيد. هالأيام ما تذكرينا بالرسائل الإيجابية، فاليوم أكيد عندك رسالة إيجابية جميلة، ونسمع منك كل ما يدور في السوشيال ميديا. حاليا الإيجابية الواحد ممكن يسويها إنه يقعد في البيت. صحيح. يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك. بس ناخذ بعض الأشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي، وخلتنا بعض الاستفسارات بخصوص نادي مركز حصاد نادي الأهلي. هيئة الصحة فتحت يوم الاثنين مركز نادي الأهلي للفحوصات الخاصة بالكورونا بنفس الطريقة، لكن إن هي مش للفحص من المركبات، هو مركز الفحص بشكل عام. لكن كيف ممكن واحد يحجز موعد في مركز نادي النصر نادي الأهلي؟ بيكون عن طريق ثلاث أشياء. يمكن يسوون هالشيء عن طريق تطبيق الهيئة DJR، وممكن عن طريق منصة دبي هيلث بوكينج اللي هي DHB.AE، وايضا ممكن عن طريق مركز الاتصال الموحد اللي هو 8042. فاللي يبغى ياخذ مواعيد في هالمركزين ممكن عن طريق هالثلاث طرق. نعم. ايضا من ضمن الرسائل اللي حطيناها امس كانت رسائل خاصه للعاملين في مجال الرعايه الصحيه، وان صحتهم جدا مهمه. من ضمن النقاط الاساسيه هي الاهتمام بالصحة النفسية، وإن حتى مع الضغط الموجود نتمنى أن يحصلوا وقت لللياقة البدنية، وأيضا اهتمام نفسهم يكون قسط كافي من الراحة، لأن يعني رقادهم من وقت أو النوم الكافي أو الراحة أو الراحة النفسية راح تساعدهم أنهم يستمرون في تقديم الأفضل، وأنهم يتمون يعني أقوى في مواجهة فيروس كورونا. أيضا من ضمن الأشياء تم بناء مبنى كامل بالقرب من مستشفى راشد في أقل من أسبوع، وتفاصيلها كلها موجودة عندنا في الحساب. كذلك كنا حاطين نشرة خاصة عن مستشفى دبي الميداني، البعض كان عنده بعض الاستفسارات، شو هو المستشفى، كم عدد الأسرة اللي فيه. فآخر نشرة حطيناها كانت متعلقة فقط بمستشفى دبي الميداني. هذا اللي كان عن قنوات التواصل الاجتماعي، وإذنكم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة أستاذة أسماء الجناحي، شكرا لك. مستمعين الأعزاء، مثل ما تفضلت الأخت أسماء الجناحي بأن للحصول على موعد أو فحص الكورونا فيروس ممكن يعني بإمكانكم عفوا التواصل على الرقم
الموحد لهيئة الصحة بدبي على 800342. وأيضا مستمعينا الأعزاء، أحب أن أذكركم بالاستفادة من خدمة طبيب لكل مواطن، أيضا على الاتصال على الرقم 800342. مستمعينا الأعزاء، اليوم حلقتنا أو يعني فقرتنا الثانية بتكون مميزة جدا. اليوم عندنا فريق طبي متكامل من مركز دبي للسكري، وبنتحاور معاهم عن كيفية إدارة حالة الإنسان المصاب بداء السكري خلال الشهر رمضان المبارك إن شاء الله. طبعا هناك الكثير من التفاصيل في هذا الموضوع عن آلية يعني إدارة حالة الإنسان المصاب بالسكري، من جانب العلاج، من جانب التغذية، أيضا من الجانب الدوائي. طبعا هناك كثير من التفاصيل مستمعين الأعزاء تبون تعرفونها، ولكن خلكم في البيت وخلكم ويانا إن شاء الله فاصل ونتواصل معاكم. صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. مستمعين الأعزاء، أرحب بتواصلكم معنا ونرحب بمشاركتكم ونرحب بيعني اقتراحاتكم على الأرقام 6005514114 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء، بعد أيام إن شاء الله قليلة بيهل علينا شهر رمضان المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى العلي القدير أن يبلغنا هذا الشهر الفضيل، ونحن جميعا نحن وأنتم إن شاء الله في صحة وعافية. وبعد ويعد هذا الشهر الفضيل طبعا فرصة لنا جميعا مستمعين الأعزاء لتغيير العديد من عاداتنا غير الصحية، ونتبنى إن شاء الله خلال الشهر هذا أنماط صحية إن شاء الله كثيرة. طبعا الصحية التي تساعدنا في الوقاية من الأمراض المختلفة، وأيضا تساهم في تعزيز جودة الحياة اللي نعيشها نحن بشكل يومي. وخلال هذه الأيام هناك طبعا مستمعينا الأعزاء العديد من الاستعدادات والاحتياطات الطبية اللي يجب على المرضى، والأخص المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة، منها طبعا السكري أو عندهم أمراض القلب أو عندهم أمراض الضغط، طبعا يحتاجون إلى يعني فريق طبي متكامل بحيث أنه يتأكدون من موضوع الاستعدادات والاحتياطات الطبية اللي مفروض يأخذونها بعين الاعتبار خلال هذا الشهر، وأيضا التعرف عليها والأخذ بها خلال هذا الشهر لتفادي طبعا مستمعين الأعزاء المشاكل والمخاطر الصحية المحتملة. مستمعين الأعزاء، اليوم حلقتنا متميزة الحقيقة. اليوم حلقة يعني بتكون مثل عبارة عن فريق طبي متكامل ومتميز من مركز متميز في هيئة الصحة بدبي، مركز دبي للسكري. ومستمعين الأعزاء، للحديث عن هذا الموضوع الحيوي والمهم، يسرنا إن شاء الله اليوم أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتورة ديما عبد المنان، استشاري الغدد الصماء في مركز دبي للسكري بهيئة الصحة بدبي. وأيضا دكتورة ديما هي العميد الإكلينيكي لجامعة دبي للبنات. دكتورة ديما، صبحت الله بالخير والنور والعافية. الله يصبحك أستاذ عبد الله، أهلين أخوي. الله يحييك. أيضا معانا الأستاذة منال البوفلاسة، طبعا غنية عن التعريف، وأستاذة منال البوفلاسة رئيسة قسم التثقيف الصحي وأيضا قسم التمريض بمركز دبي للسكري بهيئة الصحة. أختي منال، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح الخير عبد الله، وصباح الخير على مستمعينا الكرام. الله يصبحك إن شاء الله بالخير والعافية. وأيضا معنا الأستاذة الفاضلة ديانا الجندي، أخصائية التغذية السريرية بمركز دبي للسكري بهيئة صحة دبي. أختي ديانا، صبحك الله بالخير والنور والعافية. يا أهلا، صباح الخير عبد الله لك وللجميع. الله يحييك. نبدأ مع الدكتورة الفاضلة دكتورة ديما. طبعا يعني من خلال حديثنا نحن وجهودكم أنتم طبعا مشكورة
ونظامكم العلاجي ما شاء الله تبارك الله في مركز دبي للسكري نظام يعني متميز، وطبعا يعني تحت إدارتكم المتميزة. ونحن دائما نقول بأن مركز دبي للسكري يتبع نهج علاجي مميز ومختلف عن باقي أماكن سواء في الدولة أو خارج الدولة، اللي هي يعني تم أو أنتم تعالجون الإنسان ليس فقط من جانب العلاجي، وإنما تديرون حالته بشكل متكامل، الجانب العلاجي والجانب الغذائي والجانب الطبي والدوائي، بحيث أنه يتم إدارة حالة الإنسان المصاب بالسكري ليس فقط علاج. دكتورة طبعا يعني مهم جدا خلال الفترة هاي بأن يعني الإنسان المريض لابد أنه يعرف هل هو شخص ممكن أن يصوم شهر رمضان المبارك ولا يعني ما يستطيع أن يصوم. وأنا أدري دكتور أن هناك بعض البروتوكولات وبعض الأنظمة أنتم تحطيتوها بأن ممكن هذا الإنسان يصوم الشهر ولا لا، لو تحدثينا دكتورة من هم الأشخاص الذين لا يسمح لهم بصيام خلال شهر رمضان المبارك بشكل عام، وكيف تم التقييم من خلال الفريق الطبي في هيئة الصحة في مركز دبي للسكري على مدى جاهزية المريض للصيام؟ أكيد، شكرا لك أستاذ عبد الله، كل عام وأنتم بخير والمستمعين الكرام بخير كمان. بالنسبة لمركز دبي للسكري، مثل ما حضرتك قلت، عندنا المريض بيكون في المركز وبتمحور حواليه الفريق الطبي اللي بيتكون من الطبيب، دكتور التثقيف، أخصائي التغذية للرياضة، والفحوصات للعيون والقدم والأشياء الأخرى. بالنسبة لجاهزية المريض، عبر السنين احنا يعني دائما حضرنا بروتوكولات بحيث انه سواء مريض السكري او اي مريض عنده مرض مزمن بالتخصص اللي بيتبع له، انه ضروري جدا انه يكون بزيارة الطبيب او الفريق قبل شهر او اثنين من شهر الصيام من شهر رمضان، عشان يتراجع معه وين حالته وين وضعه، وهل هو من الاشخاص اللي ينصح لهم بالصيام او لا 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 يسمح لهم بالصيام. فاحنا بهيك حاله يعني عاده بنتواصل مع المريض، بيجي بزورنا، بزور الفريق كامل، واذا المريض كانت حالته مستقره وتسمح بالصيام بنشجع على الصيام. نعم. اذا لا تسمح بالصيام بنقول له انه ما يصوم. نعم، وايضا دكتوره هذا مهم بان حتى المريض يعني بنفسه مفروض انه يكون يهتم في هذا الجانب ويراجع الطبيب المعالج او يراجع اخصائيه التثقيف الصحي او التغذيه، بحيث انه يتاكد ويطمن انه هو من الفئه من الناس اللي ممكن انه يصوم، على اساس انه مثل ما ذكرنا يعني في البدايه اذا قرر انه يصوم مفروض انه ما تكون عنده مشاكل خلال ساعات الصيام. صحيح. نعم. أيضا يعني أستاذ منال بوفلاسة، بخصوص موضوع فترة الصيام، وأنا أدري أن في مركز دبي للسكري أنتم ما شاء الله عليكم يعني أنتم روحكم مميزين، وأيضا مرضى مركز دبي للسكري عندهم يعني ثقافة كبيرة جدا بأنهم كيف يديرون حالة الحالة المرضية. شو نصيحتك أستاذ منال بوفلاسة بخصوص موضوع عدد الأوقات اللي ممكن ينصح فيها خلال فترة الصيام، اللي هو بالنسبة لفحص السكر ومعدل السكر خلال شهر رمضان المبارك؟ طبعا بالنسبة حق عدد أوقات فحص السكر يعتمد على الأدوية اللي المريض يأخذها. فمثل ما تعرف أستاذ عبد الله أن مريض السكر فيه نوعين، النوع الأول والنوع الثاني. نعم. طبعا إذا الدكتور صرح له للنوع الأول أنه يصوم، فبنحط في بالنا أن المريض بيحتاج يفحص عدد من المرات في نهار رمضان، ونطمن طبعا مستمعينا الأعزاء أن حتى لو طلبنا منهم أنهم يفحصون في نهار شهر رمضان، هذا ما بيؤدي الى انهم يفطرون، لان طبعا ايوه فما راح يفطرون. فبنطلب منهم انهم يفحصون قبل السحور الساعه 12 ظهرا، الرابعه عصرا، وقبل الافطار، وبالاضافه الى طبعا انهم ياخذون انسولين خلينا نقول اساسي، عشان نتاكد ان الجرعه مناسبه لهم وما صار عندهم انخفاض في هالفتره او ارتفاع، لان احنا في نهار رمضان ما نخاف بس من انخفاض السكر، نخاف حتى من ارتفاعه. صحيح. بالإضافة زيادة إذا هو حس بشعور غير طبيعي. الحين أكيد الواحد إذا صايم بيحس إنه هو شوي تعبان شوي كذي، بس طبعاً مصاب السكري راح يعرف متى يفحص بزيادة. صحيح. وبنحتاج إنه هو يفحص بعد الأكل بساعتين، عشان طبعاً نتجنب الارتفاع الحاد اللي ممكن يصير له.
اذا كان الشخص مجرد ياخذ اللي خلينا نقول اللي هو النوع الثاني ومجرد على حبوب، اذا كانت هذه الحبوب اللي تحفز للبنكرياس انه ينتج انسولين بعد عشان نتجنب الهبوب، راح ناخذ طبعا فحوصات مرتين الى ثلاث مرات في نهار رمضان اللي هو بيكون اجين مع السحور، ثانية عشرة ظهرا، الرابع عصرا، وقبل الافطار. نعم. عشان بعد نتجنب طبعا نتجنب حدوث الهبوب. اذا ما كانت من اي من الادويه اللي تحفز افراز الانسولين، راح يبحث مرتين في اوقات مختلفه على حسب اللي هو اللي يفضلها. في عندنا بس مشكله واحده، او مو مشكله، هي في شيء لازم نحطه في بالنا، في بعض الادويه ممكن تسبب ارتفاع السكر لسبب الجفاف. نعم. فاحنا هاي اللي المرضى اللي ياخذون هذا النوع من الدواء مثل ما حس بتعب وفعلا جفاف، غير الاوقات اللي احنا خبرناهم عنهم، يفحصون زياده عشان يتجنبون هذا الارتفاع الغير مرغوب فيه في نهار رمضان. نعم. ممتاز استاذ منال. ايضا مثل يعني ما نعرف مستمعينا الاعزاء بان دور التغذيه مهم جدا لكلنا طبعا، ولكن للفئه المصابين بداء السكري مهم خلال شهر رمضان المبارك، لان ايضا يختلف يعني نوعيه الاكل وكثره الاكل ويعني تشكيله الاكل خلال شهر رمضان. استاذه ديانا، يعني تخبرينا عن هناك طبعا انتم بشكل دوري تعطون الارشادات الاساسيه اللي يجب عليها ان الانسان او الشخص المريض انه المفروض يتبعها خلال الايام العاديه، وهي طبعا ثقافه موجوده في مركز دبي للسكري، وانا متاكد ان انتم بشكل دوري تعطون نصائح للمرضى المصابين بداء السكري عن التغذيه، لان التغذيه يلعب دور كبير جدا في العلاج. طبعا خلال شهر رمضان استاذه ديانا، لو تعطينا الارشادات اللي انتم طبعا اعطيتوها حق المرضى، وبالاخص عن التغذيه في شهر رمضان المبارك. نعم. هلا نحن عندنا نقطتين مهمين يجب ان نضعهم بعين الاعتبار. النقطه الاولى هي انه قدر الامكان نتجنب تناول الطعام او المشروبات اللي بيحتووا على كميه عاليه من السكر، لانه في دراسات اظهرت انه استهلاك السكر استهلاك السكر بنسبه عاليه ممكن انه يؤدي بانخفاض بالجهاز المناعي وقوته على مواجهه الامراض. واكيد نحن هلا بالوقت الحالي هدفنا انه نقوي المناعه، فبالتالي مثلا بشهر رمضان على وجبه الافطار احسن انه نستبدل العصير او اي مشروب بيحتوي على سكر بكوب مي او لبن. نعم. وكمان مثلا نحاول انه ما نحضر الحلويات بشكل يومي، واذا حضرنا الحلو على سبيل المثال مثلا مهلبيه ممكن انه نحضرها بكاسات صغيره، هيك ساعتها بنقدر نضبط الكميه اللي نحن نكون عم ناكلها، وايضا نحدد الكميات اللي بدنا نعملها، يعني على حسب مثلا افراد العيله اللي موجوده بالبيت، حتى لي ما نكون عم نحضر بكميات كبيره. نعم. نحن نعم استاذه ديانا، طبعا احنا عندنا ايضا محاور ثانيه وبنسالك عن الاغذيه، وبالاخص يعني حضري حالك الموضوع الاغذيه اللي نحن ناخذها واللي منتشره، يعني نحن عندنا يعني عادات وثقافه وتقاليد بيوت المواطنين. مستمعينا الاعزاء، بس بناخذ فاصل وبنرجع لكم ان شاء الله مع الفريق الطبي المتميز من مركز دبي للسكري، هناك كثير من المعلومات بتعرفونها عن إدارة حالة الإنسان المصاب بداء السكري أو الأمراض المزمنة، ولكن خلكم ويانا وخلكم في البيت، فاصل إن شاء الله وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم سهلة، ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. مستمعين الأعزاء، أحب أن أذكركم بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وأيضا مستمعينا الأعزاء، أحب أني أذكركم أن اليوم معنا الفريق الطبي المتميز من مركز دبي للسكري، يمكنكم التواصل
تتواصل معهم على الرقم اللي ذكرناه لمعرفة الكثير عن كيفية إدارة حالة الإنسان المصاب بداء السكري خلال شهر رمضان المبارك. أذكركم معانا الدكتورة ديمة عبد المنان، استشاري الغدد الصماء في مركز دبي للسكري بهيئة الصحة بدبي، وأيضا هي العميد الأكلينيكي لجامعة دبي الطبية، وأيضا الأستاذة منال أبو فلاسة رئيس قسم التثقيف الصحي وقسم التمريض بمركز دبي للسكري بهيئة الصحة، وأيضا ديانا الجندي أخصائية التغذية السريرية بمركز دبي للسكري. ومثل ما ذكرنا مستمعينا الأعزاء استغلوا الفرصة وتواصلوا معنا على أساس تعرفون الكثير عن موضوع إدارة حالة الإنسان المصاب بداء السكري خلال شهر رمضان المبارك. دكتورة ديمة، نحن تحدثنا معك في البداية عن الأشخاص الذي يعني لا يسمح لهم بالصوم. طبعا أنتم عندكم بروتوكولات كثيرة في هذا الموضوع، وأنا أعرف أن دكتورة أيضا عندكم هناك بعض التحديات في هذا الموضوع. لو تذكرين دكتورة، شو هي الحالات اللي يتوجب على المريض فيها الإفطار في نهار شهر رمضان المبارك؟ نعم، هلا احنا بنعرف بشكل عام انه الكل بحب يصوم هذا الشهر وبيشعر يمكن بتأنيب الضمير اذا صحيح. حتى قال له افطر، حتى لو قلنا له انه هاي الفتوى شرعيه او جاي من خلال تعاون بين الفريق الطبي وفريق الفتوى، بس برضه الانسان بحب دائما انه يعني يصوم لانه فيها يعني لذه خاصه. صحيح، لهذا السبب نحن قلنا دكتورة أن أنتم عندكم بشكل سنوي هذا التحدي بينكم وبين المرضى بخصوص موضوع الصيام. أكيد. نعم. أكيد. هلا طبعا قبل رمضان يعني إحنا لما نشوف المريض بشكل عام إحنا حسب حالته بنقول له إذا يصوم أو لا. بشكل عام الناس اللي لا يسمح لهم بالصيام هم الناس اللي إذا مثلا حسوا إنه في عندهم هبوطات شديدة في مرض السكر في آخر شهر أو شهرين قبل رمضان، اللي بصير عندهم هبوط في السكر بشكل مستمر، أو الناس اللي عندهم تذبذبات في مرض السكر. نعم. المرضى النوع الأول اللي بتذبذب عندهم السكر كتير، أو إذا مريض السكر مثلا كان دخل على المستشفى بآخر 3 شهور قبل شهر رمضان بسبب الأحماض الكيتونية إنها تكونت بجسمه، سواء كان عنده أمراض التهابات أو من هذا القبيل، وكذلك الحوامل، وكذلك الأشخاص اللي بتعالجوا بالغسيل الكلوي، يعني الناس اللي عندها مرضى الكلى وبتغسل. هدول الأشخاص بشكل يعني خاص بنقولهم إنه لا يسمح لهم الصيام. طبعا مثل ما حضرتك عارف أستاذ عبد الله، بالوضع الحالي كمان مع وجود الكوفيد 19 يعني عندنا كمان فتوى إنه إذا الواحد يعني سواء عنده سكر أو لا لكن مصاب بالمرض بمرض الكوفيد 19 فما عليه صيام كذلك. نعم صح. إذا حالة المريض كانت تسمح له بالصيام مثل ما حضرتك تفضلت، بالإضافة لجميع الإرشادات اللي رح نحكي عنها بالنسبة للأدوية والأكل وهكذا، وسمحنا له بالصيام لكن خلاله هو صايم شعر بالتعب، فحص السكر لقى إنه عنده السكر فوق 300، أو فحص السكر لقى السكر أقل من 70 في أول النهار أو أقل من 60 بعد الظهر أو العصر، في هاي الحالة إحنا بنقول إنه لازم يفطر مباشرة، لأن الاستمرار بالصيام في هيك حالة يعني سوف تؤدي إلى مخاطر كبيرة. نعم، أيضا دكتورة يعني هذا جانب مهم، وأنا متأكد يعني 100% أن أنتم كل مرضاكم في مركز دبي للسكري وأيضا المرضى اللي موجودين يعني متعاملين أو يعني هيئة الصحة بدبي عندهم علم في هذا الموضوع، ولكني أنا أرجع وأذكر يعني المستمعين واللي مثلا مصاب بداء السكري إذا قرر أن يصوم مثل ما قالت الدكتورة ديمة، بأن أثناء فترة الصوم إذا فحصت وشفت السكر انه في اكثر من 300 معنات انه مفروض انك تاخذ اكشن انك تمنع او تفطر، او العكس اذا كان في معدلات النزول في 70 او 60 المفروض ان الشخص يقرر انه يفطر، على اساس انه مثل ما ذكرت الدكتوره في البدايه ما يدخل في مشاكل او يعني بعض الامور ممكن تاثر على صيامه خلال اليوم. صحيح. أستاذة منال البوفلاسة، طبعا هناك دائما تحديات أيضا أنتم تواجهونها كمثقفين في التثقيف الصحي، موضوع الرياضة، ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان المبارك. البعض
يتريض قبل الإفطار بساعة أو نص ساعة، والبعض يعتقد أنه بعد الإفطار أو بعد صلاة التراويح الأفضل. من خلال تجربتك ونصائحك أستاذة منال أبو فلاسة بخصوص موضوع ممارسة التمارين الرياضية، ونحن نركز اليوم على الناس اللي عندهم الأمراض المزمنة وبالأخص داء السكري، متى الوقت المناسب لممارسة التمارين الرياضية؟ طبعا احنا مثل ما تفضلت ضيف استاذ عبد الله انه فعلا تحدي كبير. نعم. لان في منهم ينتظر شهر رمضان يجي عشان اني انا بروح واسوي الرياضه، واحنا نتحدث عن الرياضه العنيفه قبل الافطار او العصر لانه بيحرق زياده. بس هو هذه طبعا اعتقاد للاسف اني اقول لهم انه خاطئ الصراحه، لان هذا بيعرضك انت مثلا ممكن يعرضك حتى وجود الاحماض الكيتوني اللي قالت عنها الدكتوره ديما. نعم. بعدين ما بيكون عندك حتى خلينا نقول الطاقة الكفاية في الدم عشان تقوم بهذه الرياضة قبل الإفطار. وبيلاحظون حتى لو سووها قبل الإفطار، أنا بعد الإفطار راح السكر يرتفع بزيادة. نعم. أي فأحسن وقت اللي بيكون طبعا ينحسب بعد الإفطار، بساعة أو ساعتين خلينا نقول، أحسن عشان أدويته يكون ماخذها. أوكي. ولازم شيء يحطه في باله وايد مهم، ان صلاة التراويح وقيام الليل تحتسب من جدول الرياضة. نعم. فإذا هو حتى احنا يمكن هذه نقطة نقولها حق الناس اللي يصلون التراويح او قيام الليل، نقول دائما نحط، ممكن يصير عندك هبوط بالسكر وانت تصلي، فدائما خلي يمك مثلا عصير او تمر على اساس انك تتلاحق امرك في هاي الفترة. في طبعا بامكانهم انهم يسوون الرياضة من بعد السحور، بيكون جسمهم بعده محافظ على الطاقة اللي خذاها بالسفر. نعم. شكرا أستاذة منال. طبعا مستمعينا الأعزاء، يعني موضوع التغذية جانب مهم جدا، وبالأخص يعني الكل يعرف أن خلال شهر رمضان المبارك الحمد لله رب العالمين تزداد الوجبات وتتنوع الوجبات وتتشكل الوجبات من بعد الفطور لين السحور. طبعا نحن خلال الفترة هاي دائما ننصح الكل، يعني سواء الإنسان الصاحي أو إنسان إذا كان عنده مرض من الأمراض المزمنة، إن لابد إن نحن نحاسب إن ناخذ الأغذية اللي من خلالها يتم رفع مناعة الجسم، لأن يعني نحن اليوم نحتاج إن الجهاز المناعي يكون قوي وأيضا مناعة الجسم تكون قوية. أستاذة ديانة الجندي، لو تحدثينا عن الأطعمة وأيضا تنصحين مستمعينا الأعزاء أن هذا الشهر أو هاي السنة في شهر رمضان المبارك لابد أن يكون اختلاف كلي الحقيقة، والتركيز على الأغذية اللي من خلالها يعني ترفع المناعة وأيضا يعني تعزز الجهاز المناعي. نعم أكيد. هلأ اتباع نظام غذائي أهم شيء يكون غني بالفيتامينات والمعادن، هو بيعطينا نتيجة أنه قوي الجهاز المناعي عند الإنسان. لكن بدنا ناخد عين الاعتبار أنه المأكولات اللي أنا هلأ كمان رح أذكرها هي فقط بتقوي المناعة، لكن ما بتمنع أو بتعالج فيروس كوفيد، هي فقط بتعزز المناعة. أهم شيء تذكرين لنا الأغذية الشعبية أستاذة ديانة، الليقيمات والهريس والثريد، هذا اللي نحن نبغى نعرف. الليقيمات اذا كانت الحلويات بيتضمنوا انه بدنا نحاسب منهم، يعني مثل ما نصحت بالبدايه وقلت انه نفضل قد ما فينا انه ما نحضرهم بشكل يومي، هيك ساعتها ما بنكون عم نستهلكهم بشكل كبير. هلا عاده مثلا يعني بدنا نكثر، هي اكثر فعليا الفيتامينات والمعادن موجوده بنسبه عاليه كثير من الفواكه والخضره. نعم. بدنا نركز عليهم، يعني مثلا الفيتامين ألف بيحتوي على الفندال، وأغلبية يعني الأشخاص بيحبوا أنه يأكلوا فندال. ممكن أيضا الحمض الفوليك، هيدا كمان ضروري لجهاز المناعة، هو موجود بجميع أنواع الفواكه. عنا الفيتامين سي موجود بالحمضيات، التوت، البطيخ، الطماط. فيتامين دال أيضا كمان هو جدا ضروري، موجود بسمك السلمون والسردين. فيتامين إي موجود ببذور وزيت عباد الشمس، البندق، اللوز، السنوبر، وأيضا الأفوكادو. هلأ في عنا كمان معدنين ضروريين لتقوية المناعة، اللي هو معدن السيلينيوم
موجود بلحم البقر والدجاج والسمك وأيضا الشوفان، ومعدن الزنك كمان أيضا موجود باللحوم البقوليات والمكسرات الطازجة والبذور. فكل المأكولات اللي ذكرتهم قد ما فينا لازم نضيفهم على وجباتنا اليومية حتى نكون عم نضيف هيدول الفيتامينات والمعادن لتقوية المناعة. صحيح، شكرا لك استاذ ديانا. دكتورة ديما، نرجع لك في موضوع الأدوية. طبعا مستمعينا الأعزاء، مثل ما تعرفون بأن في بعض المرضى عندهم فترة أخذ الأدوية مرتين أو ثلاث مرات في اليوم أو أربع مرات في اليوم، ولكن شهر رمضان المبارك له ميزة تختلف لأنه بيكون على فترتين. دكتورة ديما، تحدثينا عن يعني أسلوب أخذ الأدوية خلال شهر رمضان المبارك، وبالأخص دكتورة نصائحك عن المرضى اللي عندهم إبر الإنسولين أو بعض الأدوية اللي هي تحفز البنكرياس، والأدوية اللي تحتاج إلى أيضا دكتورة شرب الكثير من الماء خلال يعني فترة الصيام. نعم، هلا مثل ما حضرتك قلت أستاذ عبد الله إنه معظم علاج داء السكري هو بيتكون من الأدوية اللي بتحفز إنتاج الأنسولين، أو من الأنسولين نفسه، أو من حبوب ما بتحفز إنتاج الأنسولين. نعم. أهم حبوب اللي لازم نحاسب عليها خلال شهر رمضان هو سواء الحبوب التي تحفز إنتاج الأنسولين أو الأنسولين نفسه، إنه تتمحور حوالين الوجبة الرئيسية اللي المريض رح يأخذها اللي هي رح تكون في وقت الإفطار. فبالتالي إذا كانت هاي الأدوية موزعة قبل رمضان خلال اليوم مع الريوق، الغداء، العشاء، في خلال شهر رمضان ما رح يكون في وجبة لا ريوق ولا غداء، رح يكون في عنا إفطار في المغرب، وبالتالي بنوزع الأدوية هاي سواء قبل الإفطار أو بعد الإفطار مع الوجبة الرئيسية أو بعضها مع وجبة السحور كذلك. فضروري جدا أنه يعاد توزيع الأدوية بحيث نحاول قدر الإمكان ما يكون باقي من أثر هاي الأدوية أو من إبر الإنسولين كميات تؤدي إلى هبوطات السكر خلال فترة الصيام، أو يكون مش ضايل منها كميات كافية تؤدي بعدين إلى ارتفاع السكر. نعم، وأيضا دكتورة طبعا يعني في مركز دبي للسكري، ويعني متابعة الحالات عندكم، والشيء الجميل مستمعين الأعزاء في مركز دبي للسكري بأن يتم متابعة المصاب بداء السكري مع فريق طبي متكامل، لا يتم علاجه فقط من قبل الطبيب، ولكن من قبل الطبيب. ومثل ما تعرفون اليوم نحن نقاشنا يدور حول موضوع يعني إدارة حالة الإنسان المصاب بالسكر وليس فقط علاجه، فالجانب الدوائي مثل ما ذكرت الدكتورة ديمة مهم جدا، والجانب الغذائي وأيضا الجانب التثقيفي. أستاذة منال، نحن طبعا نعرف أن في بعض المرضى يستخدمون أجهزة حديثة في إدارة الحالة من يعني إدارة الحالة من جانب السكر. يمكن نحن بيكون إن شاء الله يعني عندنا لقاء ثاني الخميس القادم عن كيفية إدارة حالة السكر بالتطبيقات الذكية أو الأجهزة مضخات الأنسولين أو حتى الأجهزة الثانية اللي تقيس منها الدم بدون وأخذ الإبر. تعطينا أستاذة منال بعض النصائح والإرشادات العامة للمريض خلال شهر رمضان بشكل عام، اللي يعني يستخدمون بعض الأجهزة الحديثة في يعني فحص السكر. طبعا أستاذ عبد الله، الأجهزة هذه مثلا مثل ما بين وايد سهلت هنا. نعم. طرق الحياة مع الأمراض سواء كان سكر أو غيرها، وصار بسهولة إن إحنا حتى نراقب المريض عن بعد ونسوي له تعديل جرعاته حتى عن بعد. فطبعا إحنا عموما اللي يستخدمون الأجهزة دائما نقول لهم، خاصة يعني إذا تسمح لي نتكلم عن مضخة الأنسولين. ما بوايد تفاصيل لأننا بنتكلم يوم الخميس، ولكن بشكل عام. لا إن شاء الله. عموما إحنا نقول لهم إذا كان مثلا مضخة الأنسولين نفس الشيء، بيروح قبلها نفس حالة حال أي طبيب مريض ثاني، بيجيب الدكتور شهر قبل رمضان أو حتى أسبوعين ثلاث قبل رمضان عشان يصير عملية تعديل حق ال خلينا نقول الإعدادات مالت الأجهزة. نعم. بس هذا ما يعني إنه ما ينطبق عليه اللي
ينطبق على كل المرضى سواء كانوا مصابين سكري او غير مصابين سكري بمرض مزمنه ثانيه او حتى الانسان العادي، انه هو لازم ياخذ سحوره في الوقت اللي مطلوب منه، مثل ما خبروه اخصائيين التغذيه، وحتى نوعيه السحور اللي هو ياخذها بتكون نفس اللي تنصحه بها طبعا اخصائيه التغذيه. نعم. يكون على تواصل مستمر مع الفريق الطبي، ولو شاف ان والله الاعدادات اللي اعدت له مش مناسبته او في تحتاج الى تعديل، ما يتردد انه يتواصل مع المركز او حتى مع الطبيب المعالج عشان يعدلها له. بالعكس هاي فرصته مثل ما يقولون، لان على طول التعديل يكون وقتي. صحيح. وهذا طبعا يعني استاذه منال، انتم ما شاء الله عليكم في مركز دبي للسكري متميزين في هذا الجانب اللي هو يعني الاستمرارية في العلاج والعلاج عن بعد والتطبب، هاي ما شاء الله يعني أنتوا بارعين ومميزين فيها في موضوع إدارة حالة المرضى اللي موجودين عندكم أو المتعاملين لمركز دبي للسكري. أستاذة ديانة الجندي، طبعا نحن خلال فترة رمضان مثل ما تعرفين كثرة الأكل والتنوع ممكن أن يكون في أيضا زيادة في الوزن، فكيف تنصحين مستمعينا الأعزاء وأيضا تنصحون المرضى اللي عندهم بالأخص الأمراض المزمنة عن يعني تفادي زيادة الوزن خلال شهر رمضان المبارك، وحتى لو تعطين نصائح كيف ممكن أن يعني يستغل فترة شهر رمضان المبارك بحيث أنه إذا كان وزنه زايد مفروض أنه ينزل وزن؟ نعم، هلا اجمالا زيادة الوزن هي بتكون نتيجة سلوكيات سيئة بيتبعها الشخص في شكله اليومي، فبالتالي الشخص عليه انه يغير هيدول السلوكيات السيئة الى سلوكيات ايجابية صحية لتفادي زيادة الوزن. بعض الارشادات هي الاساسية ممكن انها تكون، اولا المحافظة على روتين صحي معين، يعني هلا على سبيل المثال برمضان في عنا وجبة الافطار ووجبة السحور، فيفضل أنه نلتزم بوجبتين فقط برمضان على أنه نزيدهم إلى 3 وجبات أساسيات كبار. ثاني نقطة هي المحافظة على التوازن، يعني أنا بقصد أنه لا بدي أحرم نفسي أو أمنع نفسي عن الطعام بشكل شديد إلى درجة الحرمان، لأنه أوقات الحرمان يؤدي إلى إفراط كمان، ولا كمان بدي أفتح مجال لنفسي أني أكل بكميات كبيرة أو كل يوم بمثلا نوعيات اللي هي تحتوي على دهون وسكريات بنسبة عالية بشكل يومي، فالتوازن ضروري. ثالث نقطة هي شرب الماء، ضروري كتير هي أصلا لحتى نمنع الجفاف بفترة الصيام، وأيضا في بعض الحالات أوقات أنه ممكن الشخص يكون أنه هو حاسس بجوع لكن فعليا الجسم بيكون بحاجة لماء، فإذا كان هو مش وقت الوجبة أو وقت مثلا الوجبة الخفيفة اللي هو متعود أنه ياخدها، بدل ما أنه يأكل بهذا الوقت يفضل أنه يشرب ماء. نعم. رابع نقطة المحافظة على روتين نوم صحي، يعني عادة البالغون فوق سن 18 سنة بحاجة ل 7 إلى 9 ساعات نوم بالليل. هلأ نقطة كثير مهمة لازم نركز عليها هي أنه النوم بالليل هو اللي بيعزز المناعة أيضا، يعني ضروري نتجنب النوم بفترة النهار. خامس نقطة هي المحافظة على طهي الطعام بطريقة صحية، يعني قد ما فينا أنه نتجنب إضافة الزيوت أو الدهون بشكل كبير حتى نكون عم نخفف من سعرات الحرارية تبعية الوجبة. وآخر نقطة بدي أحكي فيها اليوم هي أنه الحركة، أكيد هلأ بهالفترة ضمن داخل المنزل يعني ممكن أنه نشارك أكثر بالتمارين المنزلية أو مشاركة بالأعمال المنزلية لحتى الواحد يضل عم يتحرك ما يكون كل الوقت بس أنه جالس. نعم. مستمعينا الأعزاء، أحب أني أتقدم بكل الشكر والتقدير لفريق عمل أو فريق الطبي المتميز من مركز دبي للسكري، الدكتورة ديمة عبد المنان استشاري الغدد الصماء في مركز دبي للسكري والعميد الكلينيكي لجامعة دبي، كل الشكر والتقدير دكتورة لك. شكرا لك أستاذ عبد الله وكل عام وأنت بألف خير إن شاء الله. وأيضا الشكر والتقدير للأستاذ منال البوفلاس رئيس قسم التثقيف الصحي وقسم التمريض بمركز دبي للسكري، شكرا جزيلا لك. أنتم مشكورين ومبارك عليكم الشهر مقدما. الله يبارك فيك. وأيضا خالص الشكر والتقدير للأستاذ ديانة الجندي أخصائية التغذية السريرية بمركز دبي للسكري. شكرا لك.
شكراً ولك العام وأنتم بخير للجميع إن شاء الله بصحة وعافية. الله يعافيك. مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن حلقتنا قدمت لكم الكثير من المعلومات المفيدة والفائدة المرجوة. ومثل ما تعرفون هذا الشعار ونهج أيضا ورؤية هيئة الصحة بدبي بإيجاد مجتمع صحي وسعيد، ومثل ما ذكر الفريق الطبي المميز مركز دبي للسكري على جميع المرضى الأصحاب الأمراض المزمنة سواء السكري أو الأمراض الثانية، يجب مراجعة الفريق الطبي قبل اتخاذ أي قرار، وبالأخص خلال شهر رمضان المبارك. أحب أني أشكر فريق العمل المبدع اليوم معاي في التنسيق والمتابعة الأخ محمد عمر، وأيضا في الإعداد يوسف سعد، ودائما المبدع المخرج الأستاذ أيمن سرحيل. وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة، أتمنى لكم إن شاء الله يوم سعيد، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.